مرتين. حلقة اليوم تعدينا من سالون لسيجور نتاع مريم باش نشوفوا شنو التحويرات اللي عملناهم. بالنسبة للحيوت كالعادة قعدنا في البلان على خاطر ديجا هو اسباس يعني مسكر ومش محلولة كيما سالون، وان بلوس محبيتش هكا نغمها ونزيد الوان وكل شيء، دونك خليتها هكا في البيورتي نتاع البلان. والريدو كان قبل على كبر الحيط، توا جوست نقصنا على كبر الشباك مخليناش على الحيط الكل. اخترناه في التون تاع الفيردو، دو بانو منا ومنا فيهم هكا موتيف جيومتريك وفين وهكا وسامبل، والبانو الوسطاني جوست معناها اخترنا موسلين فيردو سامبل ما في حتى موتيف. حبيت نقعد في السامبليسيتي كوا. اللبنك الجريري بدلنا الغلافات نتاعهم غريج اوسي سامبل ما في حتى موتيف، هكا جوست التكستور نتاعو معش كان تراو التكستور نتاعها ياسر هكا مزيان، فيه يعني تكستور هكا تعرفونا مي كولور نتاعو اوني. بالنسبه للديسبوزيسيون تاع لبنك معناها تنجم تقول لي سباس حكم فينا باش نعملوا الديسبوزيسيون هذي احسن، معناها هذي احسن ديسبوزيسيون بالنسبه للقاعده نتاع السيجور وكل مقابل التيفي. البارتي هذه كانت فارغه ما كانش موجود البلاكار، هذيا عملنا بلاكار عادي من الفوق ومن اللوطة ارانجمون، في الوسط خلينا بلاست التلفزه ودينيش للديكوراسيون. فوالا هنا حطيت في الحيط حطيت لي تابلو، لي تابلو هذوما ارجعوا تفرجوا في الدي اي واي كيفاش كانوا كيفاش بدلتهم، هما كانوا محطوطين في الكولوار مي انا بدلتهم هوني. مازال ناقص تابلو نورمالمون غاديكا تابلو كبير هكا مازال ما كملتش حضرته، كيف تو كي نكمل نحضر ونوريكم الابديت يعني والسيجور هكا فيني وكل شيء. الزربيه خذيناها كانيش كولور نتاعها غريج،
خاطر حبينا نقعدوا في السامبليسيتي. بالنسبة للكبر متاعها خليناها عادي متوسطة، مش كبيرة باش ما تغمش على الاسباس، خاطر هو مش كبير برشا، و اون بلوس هكا يعني صيفي وفاسيل معناه في التنظيف تنحيتها معناه وترجيحها وكل، و اون بلوس خفيفة وكل. ريت كي باش نعملوا اي حاجه ماذا بينا نخمو معناه في كل شيء، في تنحيتها في ترجيحها في تنظيفها، معناه الحاجات هذوما واحد ماذا بيه يقرا بحسابه، سينو باش يتعب برشا. بالنسبة للديكو فما حاجات عملنا لهم غولو كينغ، وفما حاجات ديجا هما دي دي واي حطيتهم ديجا قبلت، نخلي لكم الفيديوهات هكا هوني الفوق امشيو تفرجوا فيهم. سينو فما حاجات خذيناهم جدد. اكيد ما نسيناش التوش نتاع الفيردور، ومازلنا زادا باش نزيدو حاجات دي بلانت اخرين ما نعرفش بتاتخ ارتيفيسيال، خاطر بون بالنسبة لي انا معناها نتلهي باللي بلانت وكل شيء، بالنسبة لمريم اختي ما نعرفش ما حطيت لها يعني هكا كعبيت جوست نجربها ونشوف كان نجم تروحها واستحفظت عليهم وكل، سينو نوليو نشوف الارتيفيسيال. فوالا هذه كانت البتيت توش اللي بدلناها في السيجور. كملنا حلقة اليوم، خليوا لي لي كومنتير نتاعكم، اعطيوني فيه رايكم، وتنساوش باش تابوني وتفعلوا الجرس باش هكاك يوصلكم جديد الكل، وتوا معليا كي نقولكم على بروشين فيديو. باي باي.